تتزاحم المناسبات في حياة اليمنيين، ويواجه المواطن البسيط جملة من التحديات والصعوبات ما بين نزوح وحرب وتشرد ومتطلبات العيش. حتى في زمن الكورونا يحرص هؤلاء على إحياء مناسباتهم واقتناء الاحتياجات العيدية، محاولين انتزاع لحظة فرائحية لأطفالهم وإسعادهم، وإن بدت ناقصة نتيجة قلاء السلع التجارية وما يقابلها من انخفاض في القدرة الشرائية. رغم الأحداث اللي نعيشها من الحرب والقتال والنزوح والأوبئة المنتشرة، إن فرحة العيد خفت على المجتمع فأصبحت محصورة مع الأطفال، وهذا نحاول نسعد الأطفال قدر ما نستطيع من أمره. فالفرحة هي فرحة عامة، إذا كان الوطن بخير فالفرحة موجودة في قلوب المجتمع وفي قلوب المواطنين. حركة تجارية غير متوقفة، بدت المدينة سوقا كبيرة معها، حيث قفزت الأسعار أبعد من حدها المعقول رغم تواضع المعروض من السلع والملبوسات وتعدد الأسواق التجارية في المدينة، في وقت يغيب الدور الرقابي للسلطات، ما يجعل القدرة على إحياء المناسبة تحديا يعجز الكثيرون عن الإيفاء به. كل سنة يعني أسعار ترتفع، يعني ما هو لما الأسعار غالية، يعني بعض ناس تحصلهم نازحين ماشي معهم هذا يخرج للشارع ما يدري الا مع 20,000 30,000 ولا 40,000، ما يدري ايش يشتري بها. يعني البدله تحصلها اقل بدله تحصلها ب 15,000 ب 20,000 10,000 ب 5,000، يعني ما كل واحد وقدر حالته، يعني والله الحمد لله تمام. الاسعار والله كل شيء غالي، اذا انا ما اشتريت ولا حاجه مروح البيت. العيد عيد العافيه. بالنظر الى واقع الناس هنا وانخفاض قدرتهم الشرائيه على تلبيه احتياجاتهم الاساسيه في ظل وضع معيشي يزداد تدهورا عاما بعد اخر، ومعه تزداد مطالبات المواطنين للجهات المعنية بتفعيل الدور الرقابي كمحاولة لخلق حالة توازن بين أسعار المنتجات وقدرتهم الشرائية. مناسبة عيدية جديدة تكاد الحركة التجارية فيها لا تتوقف، في المقابل تشهد الأسواق التجارية تباينا واضحا في الأسعار التي قفزت إلى أعلى مستوى لها، في وقت يغيب دور الجهات المسؤولة عن محاسبة المتلاعبين بالأسعار. خليل الطويل، قناة بلقيس، مأرب.